متأخرين أوي 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 سعادة الباشا، وآسفين على الإزعاج. ها؟ مع السلامة. البيل مأمور بذات نفسه جاي هو والمباحث، بس بعد كده بقى لما تحصل مشاكل من دي ادعيلي على طول. حكيم انت مالكيش في اللف والدوران. لا ما انا ابتديت افهم فيه. طب ما تفهمينا معاكي عشان نعرف ناخد حقنا من العالم دي. ولو انك فاهم اكتر مني لكن ما يضرش، انا مستنيه اليوم ده من زمان. يوم ايه يا ست الدكتوره؟ يوم ما اقدر اقول لك حقيقتك، ويوم ما اقدر اطردك من بيتي على مزاجي وقت ما انا عايزه. ما تزنيش على خراب عيشك يا بنت عبد المجيد، ده لولا الغالي اللي نايم جوه ده ومش عاوز يقوم يشوفني كان زماني تويتك من زمان. ما تقدرش تقرب لي، ما بخافش منك. اللي زيك ما يعرفش يبص في عين بني ادم شريف، انت كلك قد كده. اخ غلطت فيها جامد، وبكده بقى ابن الغالي شفاعته انتهت بالنسبه لك. ريح قلبك، محمود هيفضل معايا لاخر يوم في عمري. العمار بيد الله بنت الاكابر. بس عاوز اقول لك على حاجه، لو انت راجل ما كنتيش هتلحقي تقولي نص كلمه من الكلام اللي انت قلتيه معايا ده. احمد ربنا ان انا ما عنديش دليل ضدك. بكره فكري يعترف والاقيك ان شاء الله في السجن. القبر اقرب لك من اليوم ده يا حلوه. نفسي اسالك، بتبص لروحك في المرايه ازاي؟ بتنام على المخده ازاي؟ بتواجه نفسك بأنهي وش وضمير؟ زودي، قولي، سخنيني، شحنيني. زودي يا بنت، حسابك معايا، زودي. بس أنا اللي في الآخر هضحك وأنتي هخليكي تبكي بدل الدموع دم. ها؟ متهيألك. يا ريت بقى تتكل على الله، علشان أنا تعبانة، عندي صداع، عايزة أنام جنب جوزي فوق بره. يا مرسي انت اهو. ايه الدرجات دي؟ انتوا ما بتفتحوش كتاب؟ بتبقوا نايمين في الفصل والميس بتشرح؟ ساكتين ليه؟ ما تردوا عليا. ناقصكوا ايه علشان تجيبوا نمر كويسه زي بقيه الولاد؟ خلاص يا رامز خلاص، ما تضايقش نفسك وتعكر دمك. خلاص ضايق نفسي وعكر دمي؟ ايه ده كل شهر بيتاخروا عن اللي قبله. خلاص يا رامز نتكلم لوحدنا مش دلوقتي. يلا يا حبايبي روحوا انتوا ناموا، وانا وبابي هنقعد نتكلم لوحدنا شويه. اسمعي يا سناء، الولاد دول ما لهمش ترفيه خالص، ده سينما ولا نادي ولا اي حاجه، ومصروفهم يتخفض بالنص. ليه يا رامز كده يتعقدوا من التعليم؟ والله ما حد هيتعقد غيري، انا مش فاهم اعمل ايه اكتر من كده. بيتعلموا في احسن مدارس في البلد، والماده اللي بيشتكوا منها بديهم فيها درس خصوصي. طيب هنعمل ايه؟ دول ولادنا وده مستواهم ومش هيتغير. ايه نرميهم من الشباك؟ لا يا هاني، ما حدش قال ابدا ترميهم من الشباك، بس تراعيهم شويه، انت اللي قاعده معاهم طول النهار وانا في شغلي. الله 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 الله، انت هتطلع مشاكلك مع اخواتك علينا ولا ايه؟ ومين اللي قال لك بقى انا عندي مشاكل مع اخواتي؟ ليه؟ هو انت النهارده مش كنت عند الدكتوره؟ وفيها ايه يعني لما اقابل مالك؟ مقابلة كانت في منتهى الجمال والود. جمال وود؟ غريبة يعني. وغريبة ليه؟ ما أنا طول عمري علاقتي بملك في منتهى الجمال. علاقتي بملك؟ بقول لك إيه؟ ملك لما بتجر معاك ناعم تبقى ناويالك عانية، وأديني قلت لك. طب وفري أنت بس نصايحك، خلي بالك شوية من ولادك الخايبين دول. آه بالحق ما تنسيش تكلمي باباكي، مع تقرب. كان بودنا نستأذن من البيت، لكن يا مدام مش راضي يقابل حد. تستأذنوا ليه؟ ما هو احنا ملناش عيش في البيت ده يا ست هانم، بعد اللي فكرة عمله. ويصح برضه نستأذن من ساعتها. الله، انتوا ذنبكوا ايه يا جماعة؟ هيبقى فيها إحراج. لا لا ولا إحراج ولا حاجة، ده أنا اللي محرجة منكم، مش عارفة أعمل لكم إيه ولا أعتذر لكم إزاي. العفو يا ست هانم. ما هو ابننا هو اللي خان الأمانة يا هانم. ما هي لولا الحاجات اتباعت والبوليس عرف أنا ما كنتش بلغت عنه، لكن معلش بقى. أصيلة يا ست هانم. اسمعوا يا جماعة، شيلوا الحكاية دي من دماغكم خالص، لا أنا ولا جوزي ولا ولادي نقدر نستغنى عنكم أبدا. وبعدين فكري بيته هيفضل مفتوح، أنا هتكفل بمصاريفه لحد لما يفرجوا عنه. الآخرون يذهبون إلى السجن دائما، أما هو فتجدوه دائما في الظل كزعماء الجريمة الكبار في أفلام المافيا. طب دي أصلا أنا بقى. خدت بالك أنت من الحتة بتاعت من يبتعد عنه يعود إلى الصواب، ومن يلازمه يلحق بغيره إلى السجن أو يهرب إلى الخارج بأموال الناس. يا سلام يا خال، لو كنت خدتها قلمين. نفسي أكتر منك، بس يعني ما تجيش. ليه يعني؟ إذا كان اللي مننا وعلينا قافل على نفسه الباب وسابها خرف في الكلام وتقل أدبها. اللي زي دي الضرب مش كفاية عليها، بس الضرب هيعمل شوشرة وهيصة والناس هتاخد بالها. بس دي مسلطة صاحبتها تشتمنا في الجرايد. بابي فاكرة إن أنا عاوز أأذيه عشان أبعدها عنه. البنت بتقالها إنها تقدر تحط راسها من راسي. ما إحنا اللي سكتنا لها يا خال. سيبها تفرح يومين لغاية ما اللي حصل يتنسي ويبان إنه مش من ناحيتنا. ناوي على إيه يا خال؟ خلي ابني يقاطعني وتقول كلام زي ده وتحط راسها من راسي، لازم تتمحن على وش الدنيا. هو احنا يا نسكت خالص يا اما نجيب اجالها؟ احنا كده هنبان اننا اصحاب المصلحه. يا دي عبيط، ما خالتك ام فكري رخره صاحبه مصلحه، هي مش حابست لها ابنها. انا ما حدش يقدر يقف قصادي وما سيبش طاري ابدا. ضربني قلم اديله 10، مش حال دي ضرباني في مقتل. انا ما كتبتش المقال عشان ده شغلي يا حبيبتي، انا خايفه انهم يفتكروا انك انت بتجامليني. لو كنت بجاملك صحيح كنت كتبت عن حادثه الاثار، انما انا احترمت خصوصياتك واحترمت ان انت حكيتي لي بصفتي صاحبتك مش صحفيه. بس المقاله قويه جدا جدا وباين انها عليه. عجبتك ها؟ قوي. لو شاطر بقى يمسك عليا غلطه، وبعدين لو مسك عليا غلطه المحاكم قدامه يروح يرفع عليا قضيه. لا يا حبيبتي، النوع ده بيحب يقعد في الضلمه، لو كبر الموضوع يتفضح. مساء الخير. يا مساء الفل، ازيك؟ الحمد لله. يا مساء الانوار. ايه ده؟ رضيت خلاص وعديت علينا هنا؟ انا قلت اعدي عليكي وبعدين اخدك ونروح. بدري كده؟ يعني لو مدام ملك ما عندهاش مانع. لا طبعا طبعا، اتفضلوا. يا خبر، انا كمان لازم اروح. اتفضلوا. مش عايز حاجه يا فتحي. يعني ايه مش عايز؟ ده حق، وبعدين عمك مصمم انك لازم تاخده. وانا مش عايز حاجه، رجع له بقى الفلوس دي، على الله يفكر صح. انت برضه تصدق كلام زي ده يتقال عن عمك؟ وانت عندك تفسير تاني؟ ما انت لو تسمع هتفهمني. افهم ايه؟ فكري وعطا ما يستجروش يعملوا كده من نفسهم. انا ما انكرش، لكن مش معنى كده انك قليل عنده او امرك ما يهموش. وهو ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ايه اللي يخليه يضحي بحسن؟ طب زمانه كنا بنلقى له عذر، ايه اللي يخليه يعمل كده دلوقتي؟ الله، مش رزق. رزق؟ انت تعرف الكميه اللي صادرها البوليس دي كانت تجيب كام مليون؟ ولو حد فينا بقى كان راح فيها السجن كانت الفلوس هتنفعه؟ مش كان جاي يفتشوا الشونه قبل ما ابلغ واروح انا فيها؟ واحنا نعرف منين انها كانت هتيجي فيك؟ ده خير ولقيناه في الارض. حد يقول الخير لا؟ لا مش خير. انت عارف ده معناه ايه؟ دي خيانه عظمى يا محمود. خلصت يا فتحي. انا من ساعه ما عرفت مالك وربنا تاب عليا. واللي يعرف ربنا برضه ما يبرش عمه، الراجل كبير وهو اللي مربيك. ما فيهاش حاجه يعني لما تسامح وتزوره ان شاء الله مره كل شهر. ايه سعيد الشاطر بعت لك ناس يضربوك بسببي ولا ايه؟ يا ليلى انا ما بهزرش، الراجل اللي انت عماله تشتمي فيه دوت نص فلوسي في شركه ابن اخته. ابن اخته؟ ايوه، حسن الشاطر. بس انت عمرك ما قلت لي على حاجه زي كده. اللي حصل بقى خفت اقول لك ترفضي نتخانق، عشان كده ما رضيتش اقول لك. انا مش فاهمه ايه اللي يخلي انسان مثقف زيك يروح لناس نصابين ودجالين زي دول؟ نسبة الربح كانت مش طبيعية. مش طبيعية؟ أديك قلتها أهو، يعني أكيد تصرفات الناس دي فيها حاجة غلط. اللي حصل حصل يا ليلى. المهم الراجل اللي عرف إنك مراتي فكلمني، هو فاهم إنك بتعملي كده بتحريض من صاحبتك. لا صاحبتي ولا غيرها، أنا اللي بيخليني أعمل كده وأكتب كده هو ضميري وبس، مش صاحبتي. طب أنا بقول يا ليلى يعني لو بعد إذنك يعني نعمل له مكالمة تليفون لطيفة. أنا مش هكلم حد، مش هكلم حد يا حلمي، ومن هنا ورايح خلي بالك انت هتبقى مسؤول عن كل تصرفاتك وكل اخطائك. فرحت قوي لما سالت عليك في البار وقالوا لي ما بيجيش. ايوه بس انت ايه اللي فكرك بيا؟ مفيش، جيت على بالي كده قلت لما اشوفك. بس غريبه قوي التطورات اللي انت بتحكيها لي. عمي بيحبني يا حسام، بس حب الدبه بقى اللي قتلت صاحبها. ايوه بس انت كمان مراتك مش سهله، مفيش حد في الدنيا يقدر على سعيد الشاطر وعبد المجيد راتب مع بعض. وهو عبد المجيد راتب ماله؟ هما الاتنين لهم نفس الهدف، بس كل واحد فيهم له اسلوب مختلف عن التاني. بقولك ايه؟ ما تيجي نأجر مركب ونقدف زي زمان. انت مجنون؟ مركب ايه واحنا لابسين بيضه؟ يا عم نبقى نقلع الجاكيت. تعالى بس. انا مش فاهم انا ايه اللي جابني معاك وانا اتجننت، ما انا كنت قاعد في بيتي. تعالى بس. خير، ايه اللي جايبك دلوقتي ومن غير ميعاد؟ مالك، جرى لها حاجه؟ لا طمنه، مالك بخير في البيت. انا جاي من وراها. ليه؟ كنت عايز اتكلم مع حضرتك شويه. تتكلم معايا دلوقتي؟ وانا مش هاخد وقت طويل يعني. البيت بيتك يا ابني. انا عارف ان انا ماليش خاطر عندك، بس يعني انا نفسي ترجع تعامل مالك زي زمان. اظن مش من حقك تناقشني في موضوع زي ده. انا مش جاي اناقشك، انا جاي اطلب منك واترجاك. مالك حنينه ورقيقه وبتحبك. هتوصف لي بنتي ولا ايه؟ ما انا مربيها وعارفها اكتر منك. طب نعمل ايه بقى؟ نتطلق؟ تفتكر ده هيخليك مرتاح؟ اطمن يا محمود، ان شاء الله كل حاجه هترجع زي الاول واحسن. انا مش عايز احس ان انا عقبه بينك وبينها. تصبحوا على خير. هتفضلي طول عمرك هبله والله يا بنتي. بطلي الحساسيه اللي انت فيها دي، ده بابا. ايوه، ما هو علشان بابا بيصعب عليا منه، اول ما يشوفني يسيبني ويطلع فوق. عارفه انا بعمل ايه لما بيعمل معايا كده؟ بتنح وافضل لازقاله، يقوم باصص لي وضاحك وخلاص بقى. وبعدين انت عارفه ان هو بيحبك انت اكتر واحده يعني. ما انا عارفه انه بيبقى متضايق اكتر مني كمان، بس بيصعب عليا. طب بقول لك ايه، ما تيجي معايا تزوريه وهي فرصه عشان عيان يعني. بابا عيان؟ ازاي ما قلتليش لحد دلوقتي؟ ما تقلقيش كده، ده شويه عيا بسيط يعني، شويه برد كده على الماشي. حتى لو كان برد كنت لازم تقولي لي على طول. خلاص قومي البسي وتعالي معايا. ما انا من هنزل معاكي من غير ما البس اهو. يلا. عيالك فين صحيح؟ مع محمود في المزرعه. يا بختك، طول عمرك محظوظه. رغم ان ولادك هادين لكن برضه جوزك بياخدهم كده يريحك منهم شويه، لكن انا مفيش حد بيريحني خالص. انا اتهديت على فكره، اتهديت من كتر القرف. انت عارفه الناس فاكره ان انا مخلفه 3 بنات، لكن انا مخلفه 3 رواضي في منتهى الشقاوه، معرفش طالعين لمين، مع اني طول عمري هاديه ورقيقه وعاقله وكمل، وصوتي ما بيطلعش. ايه مش مصدقاني ولا ايه؟ لا ازاي، طبعا مصدقاكي قوي. خد الدواء. سلامتك يا حبيبي. الدور ده سئيل قوي. اسمع كلامي، اروح اعصر لك 4 ليمونات من غير لا ميه ولا سكر، وتاخدهم كده على بق واحد وانا ببخرك. علشان روحي تطلع مش كده؟ بعد الشر عليك، ليه بتقول كده؟ مساء الخير. اهلا يا ملك. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. واقفه بعيد ليه؟ تعالي. سلوى هي اللي قالت لك طبعا. لا يا بابا، انا ما قلتلهاش وما رحتلهاش وما اعرفهاش. انت مين؟ يعني انت ما كنتش عايزني اجي يا بابا؟ لا يا بنتي، اهلا بيكي في اي وقت. انا بس ما كنتش عايزك تتعبي على الفاضي، انا كويس والحمد لله. ان شاء الله يا بابا حضرتك كويس دايما باذن الله. يا بابا انا ما اقدرش يجيلي قلب اعرف ان حضرتك تعبان وما جيش. طيب انا هسيبك بقى تقعد مع حبيبتك على ما اروح اعصر لك الليمون. انت مصممه برضه؟ هو ده اللي هيخففك، الدواء ما بيعملش حاجه. بابا بعد اذن حضرتك هروح اغسل لماما الكوبايه اللي هتعصر لحضرتك فيها الليمون. مش هتسامحني بقى يا بابا، انا مش عارفه اعيش كده. انا عارفه ان انا جرحتك وخليتك تغضب عليا. يوم ما رجعت لجوزي وانت غضبان، بابا سامحني، مش عارفه اعيش. سيبيها للزمن، العمر بيجري يا بابا. انت مش فاهماني ولا حاسه بيا. أنا حبيبي أنا بحبك، بحبك أوي يا ملك. ما أقدرش أتألم تاني علشانك. يعني طول ما أنا بعيدة عنك مش هتتألم؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. بابا عشان خاطري ما تطولش المدة، ماليش في الدنيا غيرك بابا، ده انت سندي الوحيد. عشان خاطري شفت بقى، اديني رسمت وخططت لحد ما رجعوا لبعض على ايديا. هو جوزها ساعدك كتير، بس بصراحة برافو عليكي. يلا بقى خلي رامز ومراته يولعوا. هو انتي صالحتيهم علشان كده بس؟ اه طبعا، قصدي لا، انا صالحتهم عشان انا قلبي طيب اساسا، وعشان رامز ما يستفردش بيك واديله بقى لا توقفه عند حده. عرفتي قيمتها دلوقتي؟ انا اقيم، انت ما عرفتش قيمتي ولا ايه؟ لا لا طبعا طبعا يا حبيبتي، بس على الله مالك بس ترجع تشتغل تاني. طب وايه اللي هيمنعها من انها تشتغل تاني؟ جوزها واولادها، مالك اختارت واختارت صح. احنا ما يهمناش الكلام ده، كل اللي يهمني دلوقتي ان مالك تبقى جنب بابا، ساعتها بقى رامز هيحس انها بقت عامله زي البعبع قدامه، وهيفكر 1000 مره قبل ما يتصرف اي تصرف. برافو عليكي، ده احنا بقينا بنفكر ولا تفكير المخابرات. شفت بقى، فرحان مني؟ ما تاكليش ده فاكهه لسه، ما اصل انا جعانه، فماشي معلش عشان تاكلي كويس. ها يا حبيبي، ايه الاخبار؟ 5 دقايق بالظبط. طب هات 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 عشان الناس جاعوا. ايه بتبصي لي كده ليه؟ تعرفي ان انت شكلك حلو قوي، انت فرحانه. انا بحبك قوي 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 قوي. ده ايه الرضا ده بقى؟ تعرف النهارده اول مره احس ان احنا متجوزين. ده على اساس ايه يعني؟ علي وامل دول سلف مثلا؟ لا، على اساس اللمه الحلوه دي. فاهمك يا حبيبتي والله. وعمك ده بيبطل اللي في مخه. يا دي عمي يا منى، انسيه بقى. مش قادره انساه بصراحه، كان نفسي يبقى معانا هنا النهارده، ما يبقاش بينا اي خلاف. يا حبيبتي طول ما انت كويسه فانا كويسه. اهدي بقى. ربنا يخليك ليا يا رب. تعالى معايا، تعالى تعالى، انا جوع، هات طبق، انا جعانه قوي. ما يصحش هناكل مع بعض. الحقيقة بيقول لي ما يصحش، دي اختي وده جوزها، انا جعانه قوي عادي. المهم بتاكل كتير جدا ومش بيبان عليها. مش مشكله بس اكل. ايوه صح. بالهنا والشفا. الله يهنيك يا ربي، تعجبك التتبيله دي بتاعتي على فكره. اصل انا بجوعي ما بحسش اكيد يعني، انت مش زيي، انا بعمل احسن بس برضه. مبسوط يا عبد المجيد؟ الحمد لله، هطلب ايه من ربنا اكتر من كده؟ ربنا يسعدهم ويبسطهم ويجمعهم دايما على خير يا رب. يا سلام يا سلام، ايه قصة الحب الجامدة دي؟ بتسمعونا بتقولوا ايه؟ كنا بندايلك يا ابني. يعني ما قالكيش شايفة القمر يا ليلى، ولا عينيكي حلوة، ولا أي حاجة من دي؟ يوجدك ايه يا بهاء؟ هو يعني كان قالها لي زمان، لما هيقولها لي دلوقتي؟ يعني انت بقى جاي هنا علشان تأذيني ها؟ ابني حبيبي وبيدافع عن امه. على امي يا ستي، انا ماليش بركه الا انت. ربنا ما يحرمني منك يا عبد المجيد. تعبتك معايا النهارده يا ام فكر. وانا اديك الساعه لما اخدم الباشا الكبير ده، مجيته عندنا بالدنيا وما فيها. طب يلا خلصي اللي في ايدك وروحي، وخدي دول يا ستي كمان معاكي. والله لو مردوان بس بعافيه، انا ما كنت سبتك في ساعه زي دي. ما قلتليش ليه؟ انا عندي نعيمه وعندي بنتين تانيين، كنت روحتك بدري. ودي تيجي؟ ده انت خارج علينا يا هانم. علي صحي وهيصحي العيال كلهم. مساء الخير يا باشا. هو يكون حد خد باله من حاجه؟ هو حد فضيلي؟ ده انا سايباهم ضحك ولعب واخر انسجام، العيله وعيله العيله عندها يتلموا في عزاها ان شاء الله. جبت الامانه؟ اهي نقطه واحده من دي كفايه. مفيش حاجه حبان على جدتها ولا الهوى. ايه يا وليه دي جايلها من بره مخصوص على اسمها؟ اكيد اكيد. ايه يا وليه انت هتخوفيني منك؟ ايه؟ اكيد اكيد. اصلها شابه صغيره ولو جرالها حاجه لازم يدقق. ما يدققوا يا اختي، دكتور الصحه بتاعنا والبلد بلدنا نعمل فيها كل اللي احنا عايزينه. ها يسمع منك يا باشا، نفسي اغمض عين وافتح عين والاقي السم في جوفها. خدمتها سنين برموش عينيا والاخر تودي ابن اللومان. ده غير الالوف اللي طيرتها عليكم. بس انا بقى مش هحرمك من ايوه حاجه، امسكي خد المبلغ ده دلوقتي بس خبيه من جوزك الفقري. بعدين شرفه ينقع عليه. اللي خلاني خدرتها ده كله مش هقدر على رضوان. الضنا غالي يا باشا، ولولا غلاوتك عندي انا كنت وجعتها في عيل من عيالنا. لا لا، عيالنا لا، اياكي تمسي شعر بالشعر عيالها، فاهمه؟ صحصحي معايا وفوقي وشوف انا عاوز ايه بالظبط احسن لك. أنا فهماك يا باشا، استنى ساعة البه فيها مش موجود والعيال واكلين وشبعانين. صح كده ابتديتي تفهمي، بس ما اللي اوله شرط اخره نور، نتفق على كل حاجة. لو الحكاية مشيت تمام ومظبوط وصح الصح للآخر، ليك عندي مبلغ زي اللي في ايدك ده وفوق منه فدانين طين. انما يا اختي لو بعبعتي في الكلام وخرفتي ونطقتي كلمه ما تعتلش همي، انا ست كبيره واللي فاضل مش كتير. مادام حقي هيوصل لعيالي عمري ما هنطق بكلمه. بقى ده كلام يا بهاء، اروح لدكتور تاني وانت موجود؟ يا حبيبتي لازم تعرضي نفسك على دكتور متخصص، انا مش دكتور عظام. متخصص ليه؟ هو انا عيانه؟ امال عايزه تكشفي ليه؟ لا اصل الاكل اللي كلناه عند اختك كابس على نفسي لحد دلوقتي. اتفضلي استريحي يا ماما. قولي لي بقى ايه علاقه الاكل بالعظم؟ انا عارفه يا ابني، اهو كله منفذ على بعضه. ما انا ياما قلت لك يا ماما لازم تبطلي الدهون والحوادق. الله يرحمه الدكتور قصدي كان بيكشف على كل حاجه وعمره ما منعني من الاكل. كانت الدنيا بخير وصحتنا كويسه. احترمي سنك كنت تعيشي مرتاحه. نعم احترم سني، ده ايه شايفني يعني عندي 70 سنه؟ لا مش قصدي، انا بس خايف عليكي. لو خايف عليا صحيح شوف ابنك، شوف لك حل معاه. ايه ده ابنه مين؟ انا قلبت عليك يا بطل. يا حبيبي انا خايفه عليك، بدل التليفونات اللي مفيش من وراها فايده دي اتجوز وريح نفسك من وجع القلب. الله، وايه اللي جاب سيره الجواز دلوقتي؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ اتجوز ايه دلوقتي يا ناهد؟ وده وقته؟ امال يعني هيقعد عازب كده؟ لا بس الاول يشوف هيعمل ايه مع مراته. يتجوز عليها، خليها تتربى. انا ما بفكرش في الجواز خالص، وكمان مش عايز ارجع لهند. شوف الخيبة. لا يا حبيبي الكلام اللي انت بتقوله ده غلط. إذا ربنا ما هداش مراتك يبقى لازم تتجوز، الدادة لوحدها دلوقتي مش كفاية. ربنا يخلي لي ست الكل وتربي عيالي، أنا لسه هتجوز واحدة تعذب فيا. وده بقى كلام بنقوله، لكن ساعة الجد ما بنستغناش عنهم. قول له يا عبد المجيد. حاضر يا ناهد. قوم يا ابني اوصلك بسكتي وبالمره هتستلم عربيتك الجديده. حاضر بعد اذنك يا ماما. مع السلامه يا حبيبي. اهو فرح عن قريب باذن الله. أنا فنجاني ما يكدبش عليا أبدا. خد الولاد أنت واسبقني على البيت. لا بابا محتاجني في اجتماع مهم أوي. ما هو ده بقى اللي أنا كنت عامل حسابه، في الأول 2 3 ساعات في المصنع وبعد كده بابا محتاج لي ورامز مش عارف إيه. بلاش بقى نشوفك أنا والولاد. بطل بقى، مش هتأخر والله. يلا باي. Sorry, I can't accept this. Many people wish to be in your place. But we do not guarantee the level. You have to trust us. We have a great history in this field since the 40s. We think we must study the matter from the beginning. يا جماعة خبرة إيه وصناعة إيه اللي أنتوا صعبان عليكم دي؟ أنتوا كده هتضيعوا الفرصة من إيدينا. عيب تتكلم بالعربي قدامهم. Well, gentlemen, we will negotiate the whole subject again and we will call you back. Thank you very much. طب انزلوا بقى على جنب عبال ما اغير الستيب. ايه اللي موقف محمود كده؟ يا مرحبا يا عمي. خير يا حوده في ايه؟ العجله نايمه ببص على السبن لقيته هو كمان بايظ. طب تعالوا كلكم معايا ونبقى نبعت حد يجيب العربيه. دراعي يا بنت العضاضه. الله الله ايه يا ابو فكر البنت دي؟ جايبينها منين؟ عاي جايبينها من عند سكسكه ولا ايه؟ دي عسل عسل. اه يا بنت محمود ابكسك يعني اديكي في وشك. ها دي خديها خديها قبل ما تاكل دراعي يا اختي. يلا يلا يا اختي تعالي يلا يلا معانا. لا يا عم لا مراتك تيجي تلاقيني. مراتي ما غلطتش يا عم. عندك حق انا يا عم اللي حرامي ورد سجون وفلوس كلها مش خالصه. يا عم انت قلبك كبير وبعدين مهما كنت غلطت باب التوبه مفتوح. توبه عن ايه يا محمود بس؟ احنا يا ابني فلوسنا كلها من عرق جبيننا. والله انا خايف عليك. لا ما تخافش عليا، انا شغلي كله قانوني وعلى ميه بيضه ومحدش يقدر يهاوب ناحيتي. وربنا لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم فكر شويه، هتعمل ايه لما تقف قدامه يوم الحساب؟ جرالك ايه يا عم محمود؟ هو احنا مش مؤمنين ولا ايه؟ انا والله العظيم لغايه دلوقتي ما انا مصدق ان احنا ما مضيناش الحق. يا ابني ما تبقاش خفيف هنمضيه. ازاي بس؟ الناس دول عمرهم ما يوافقوا على طلباتنا ابدا. انا عارف انا بعمل ايه كويس. حضرتك عارف كام شركه بتجري ورا التوكيل ده؟ لو حتى 100 شركه ما دام نزلوا من بلدهم على اسمنا وسمعتنا مستحيل هيمضوا مع حد تاني غيرنا. انا بس مش عايز اتكلم قدام ملك. ايه يا رامز؟ انتوا مخبيين عني حاجه ولا ايه؟ ابدا يا بنتي المشكله بسيطه، اخوكي بس هو اللي مكبرها. لا المسألة كبيرة فعلا بقى. مالك ملهاش دعوة بالموضوع ده. احنا استدعيناها بس عشان تحضر المفاوضات مع الشركة الأجنبية. لا بعد إذنك يا بابا لازم أعرف إيه الحكاية. مفيش يا بنتي، أي مجموعة كبيرة زينا بيبقى فيها مشاريع بتحقق مكسب ومشاريع تانية بتخسر. بس ده طبعا بيبقى لفترة معينة وبعد كده بتحقق أرباح تاني. طب أنا إيه بس اللي يخليني أتحمل حاجة زي كده؟ طالما قدامي مكسب مضمون وسهل. مش كفايه شركات المقاولات اللي بيبرطع فيها احمد بيه؟ ما هو ده سبب الخلاف اللي بينا. احنا ما بنعملش الشركات بس عشان نكسب فلوس. اه احنا هنرجع تاني للكلام في السكه دي. اوكي انا تحت امركم بس على طول الخسائر اللي في الميزانيه. انا اللي هتحمل المسؤوليه. دي مش اول مره اواجه مشكله زي دي وفي كل مره بنحلها. يا جماعه افهموني ارجوكم، في شركات مقاولات طلعت في السوق لسه اول امبارح وموقفها احسن مننا بكتير. مش مهم أنهي شركة بتطلع ولا بتنزل، مهم مين اللي بيستمر. طب والضرايب والجمارك والرسوم؟ كان إيه يا رامز؟ أنت عايز تهرب من الضرايب ولا إيه؟ لا أنا ما قلتش كده بس ما هو ياما ناس بتفوت ما نحاسبهمش بالسحتوت يعني، ما نفتحش قلبنا على البحر. بابا بعد إذنك أنا اتأخرت قوي هستأذن. طب مش كنت تستني لما نلاقي حل للموضوع ده الأول يا ملك؟ لا لقوا أنتوا الحل واتفقوا عليه وكلمني في التليفون ومن غير ما تزعل خالص. باي يا بابا. مع السلامة. انت تمضي معاهم وقتي وفي ساعة تاريخهم ولا تفرق معانا. اعمل لهم كل اللي هم عايزينه. أي حاجة يطلبوها منك نفذها فورا. احنا خسرانين ايه؟ اللي يجي منهم أحسن من عين أهاليهم. كفاية إننا هناخدهم من عبد المجيد راتب. هي دي شوية. ها؟ خلاص اللي تشوفه يا خالد. على خير بالله، مع ألف سلامة. I got the green light from Mr. سعيد to make the deal. أنا مش حذرتكم يا ملك، مش قلت لكم الكلام ده. أهو يا دوبك لسه داخل البيت وما لحقتش حتى أغير هدومي، لقيتهم بيتصلوا بيا عشان يعتذروا عن الميعاد، وما رضوش يحددوا ميعاد تاني، وده معناه إلغاء التوكيل. أهدى إزاي بس يا ملك؟ عايزاني أهدى إزاي؟ ما هو دلوقتي مفيش قدامنا غير إن إحنا نبيع دار النشر ومشروع تسمين العقول. رامز لازم ادرس الموضوع الاول بعدين ارد عليه. ما ينفعش، بقالي فتره بعيده عن الشغل. حاضر، هقوله لما يرد عليا، هقول لك على طول، هطلبك. حاضر يا رامز، باي. خلصت شغل؟ اه يا حبيبي، بس النهارده كده يعني بالصدفه اتاخرنا شويه. ما احنا ما كناش هنهوب ناحيه الاداره خالص. لا بس بابا طلبني. انت يرضيك ان بابا يطلبني وما اروحلوش؟ لا طبعا. قالوا لي الولاد النهارده انهم قابلوا جدهم سعيد، صحيح؟ ما هو اللي وصلنا لما العجله نامت. ادالك الفلوس بتاعتك؟ بعت لي الشيك بس ما رضيتش اخده. يعني ايه ما رضيتش تاخده؟ خليه له بقى، يمكن ربنا يهديه. هو انت لما تسيب له فلوسك ربنا يهديه؟ ده هيزيد جشع. مش بتقولي ان الفلوس دي حرام ومش عايزاها؟ وانت فاكر انك انت لما هتسيبها له هيبطل جشع ومش هيبطل فساد؟ احنا مالنا بكل ده؟ انا بريح دماغي وخلاص. اذا انت مش عايز تشوفه ابعت محامي ياخد الفلوس. مش عايز اشوفه ايه يا ملك؟ اقاطعه يعني؟ ده عمي. لا انا مش فاهمه انت بتفكر ازاي؟ يعني عايز ايه؟ الفلوس دي لازم ترجع. يعني ايه بقى لازم ترجع؟ هو ده كمان شغل هتشتغليه غصب عني؟ ليه؟ هو انا اشتغلت غصب عنك؟ اه، انت عارفه ان انا مش موافق. لا انا ما اشتغلتش غصب عنك. بقول لك يا ملك، انا لا عايز اقصقص ريشه ولا عايز اصلح اكون زيك، انا بريح دماغي وخلاص. يعني عايز تقول ايه يعني؟ يعني راجع نفسك في الكلام اللي انا بقوله، ومن فضلك ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. الو. اي رامز. يعني كلمتيه؟ طب كويس قوي. وقال لك ايه؟ لسه هيفكر. المهم قدرت تاثري عليه، ابتدى يقتنع. طيب انا هبقى اعدي عليه بالليل واكلمه تاني. انت مستعجله قوي ليه كده يا ملك؟ بتعملي ايه عندك؟ معقول بتعملي اكل؟ ده انت عمرك ما دخلت المطبخ. حاضر يا رامز، حاضر. اوكي، باي باي. فاكر انت مش سامعاني ولا بندهلك بقالي ساعه؟ وهو الشغل بيخلص يا ست هانم؟ وديتي الغدا لمحمود بيه؟ يوه من بدري. طب سيبي اللي في ايدك وحضري لنا حاجات ساقعه يلا عشان انا نسيت. حاضر. خبر دي مولعه. والحاجه الساقعه تدوقي بقى؟ خيرك علينا. مامي ممكن تديني منها؟ طبعا يا حبيبي، بس انتي حرقه قوي. حرقه؟ حرقه ان شاء الله اكلتيها يتحرق بقي. ولد ما تقولش كده لاختك، عيب. ما تزعلهوش. يا سلام، استفلي انتي واخوكي، خدي بالك منهم. انا مخلياكي تبطلي شغل البيت عشان كده. يا ست هانم دول تعبوا، اما حدش يقدر يتدخل بناتهم. كولي انتي بس، كولي. سلام يا باشا. السلام عليكم. ريحة الأكل جايبة آخر العزبة. يا حبيبي تعالى. عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت عاملة لنا إيه؟ بيتزا. يا عيني عليكي، ولاد الناس برضه. يلا حبيبي اتفضل. دوق. ريحتها حلوة أوي. ده إحنا باعتين له الأكل في الغيط. طب وماله، ما ياكل بألف هنا وشفا. يا ست أنت هتعدي عليا الأكل ولا إيه؟ لا يا بيه، انا خايفه عليك بس لحسن بطنك توجعك. انت ما اكلتيش، كولي. انت هتعدي عليا الاكل وتبصي لي فيه كمان؟ اجري اعملي شاي يلا. حاضر يلا. حاضر يا بيه، حاضر اللي تؤمر بيه. وهاتي البيتزا الثانيه بقى وانت جايه. حاضر. خلينا في موضوعنا. عايز اسالك على حاجه. انت لسه زعلان مني؟ انا زعلان برضه. ما استاذنش يا حبيبتي. حبيب قلبي انا. خش عليا بس الاول. طيب بس عايزه اقول لك حاجه. قولي. انا حسيت ان انا زودتها معاك في حكايه عمك، والله العظيم هجيب لك سيرته تاني، حقك عليا. انا بحبك قوي. ربنا يخليكي ليا. ربنا يخليك انت ليا. ما اتحرمش منك ابدا. انا اقعد احب، انا عايز اكل. اياد مالك مرعوب كده؟ ده سؤال برضه يا خالد. اثبت اثبت. اياد بعيد وايدينا انضف من الصيني بعد غسيله. ازاي بس يا خالد؟ ده اي ظابط صغير ممكن يوصل لام فكري. ياد واحنا مالنا؟ واحده بتاخد طارها من الناس اللي حبسوا ابنها، احنا ذنبنا ايه؟ يعني مش ممكن تتكلم؟ لا ولا بعد 100 سنه. طب ومحمود؟ هو السبب، هو السبب. كان لازم يحل المشكله، يكبر عمه، يعمل حسابه ويحل المشكله ودي، او على الاقل يعفي ام فكري من الخدمه في بيته. الست الهانم هي اللي قعدتها، عملت لي فيها القلب الحنين. انت اعصابك حديد يا خال. يوه يا ما دقت على الراس طبول يا ابني. هتيجي ايه دي في اللي قبلها؟ هات ياه. مش كنا بطلناها دي؟ النهارده فاكانس، النهارده العيد القومي لسعيد الشاطر وشركاه. اجري ياه، هات لي التسجيل من جوه، هات معاه شريط الست غدا القاك. انت فاكر لما كنا سايبين بعض؟ احلى حاجه فيك انك بتفتحي نفسي على الاكل. ايه الكلام ده؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه وكل لما اجي اقولها لك انسى. ايه؟ انت مصاحبه واحده في الابتدائيه ها؟ لا طبعا. طب هاتي. جالي وقت ما كنتش عايزه اشوفك خالص. اي كلام طبعا، ما تقدريش. ده انا اكتشفت اني ما اقدرش، كنت حاسه اني هرجع لك. يا حبيبتي ده اقدر. انا وانت كان لازم نعيش مع بعض ونحب بعض عشان اعرف واتاكد ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا اقدر اعيش من غيرك، ولا يمكن اكون لراجل تاني. حبيبي. مالك يا ست في ايه؟ الجو ده مالها دي؟ النهارده مش طبيعيه. الله مالك؟ مالك يا حبيبي فيك ايه؟ مش عارف بس عايز ارجع. نهار اسود. طب اطلب لك دكتور ولا حاجه؟ يمكن اكل. ايه؟ ايه يا محمود مالك؟ لا فيك حاجه مش طبيعيه يا حبيبي. لا لا خلاص خلاص، بس ما اعرفش ليه كده. ايه يا حبيبي؟ عندي تنميل في جسمي جامد. طب محمود تعالى اطلب لك دكتور يا حبيبي. لا ما ينفعش كده. محمود 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 محمود. عارف احنا هنطلع اجدع منه. هنقف جنبه وسيل ونصبره، ها؟ كلها ان شاء الله سنه ولا اتنين وهينسى. ساعتها بقى نجوزه بمعرفتنا وكل حاجه ترجع زي ما كانت. ربنا يسهل بس واللي حصل ده يعدي على خير. هيعدي يا اخي، ما تفوانيش بتراخر وطل السجام من دماغي. هيعدي، ها؟ ساعتها بقى هتتفرج على ابوها الاتم وهو واقف شاكك ان بنته اتقتلت ومش قادر يعمل حاجه. طول عمري بتعلم منك يا خير. الحقنا يا حاج سعيد. استلم البشاره وصلت. ها؟ الحق المصيبه يا حاج سعيد. مصيبه ايه يا نتا؟ حد جرى له حاجه؟ محمود مات. مش انت؟ ايه؟ لا انت بتقول ايه يا بوس الغراب انت؟ دي مراته، جرى لها حاجه؟ مراته عايشه، محمود هو اللي مات.